بسم الله الرحمن الرحيم. آخر محاضرة عشان تستريحوا مني إن شاء الله تعالى. وتكون إيه، أتمنى إن الكورس يكون كويس بإذن الله. هنبدأ نعمل بس ريفيجن على حاجات بسيطة كنا شرحناها قبل كده. أول حاجة يا جماعة، أنتوا خدتوا إن في حاجة عندنا اسمها إيه؟ فاريبلز، صح؟ الفاريبلز ديت يعني سي أنا كتبت متغير مثلا var equal كذا مثلا، يعني واحد مثلا. فاريبل ده أصبح نوع من النوع إيه يا شباب؟ من انجر، نوع رقم، صح؟ 1.5 مثلا اصبح فلوت او ايه؟ او دبل، تمام؟ طيب كان من نوع فاريبل ده عملته كده، اي داتا مثلا بيساوي احمد اصبح نوع ايه؟ سترينج. وبعد تطور وانت اللي بتسال كمان على الحاجه دي صراحه، يعني يا ريت كله اتاكد ان الولاد سايلنت بس لو سمحتوا. انا اتاكد برضو، تمام معايا يا شباب؟ فعرفنا الفاريبلز بانواعها بتطوراتها وكده، وعرفنا ان دايما الفاريبل ده بيشيل حاجه واحده في مره واحده، يعني تمام. يعني ممكن نفس الفاريبل ده اجي هنا اقول له مثلا ايكو فار، تمام، وارجع تاني اقول له الفار ده بقى يساوي 10، مفيش مشكله، لان احنا عرفنا ان البي اتش بي من اللغات اللي هي بتدعم في المتغيرات موضوع الويك تايب. في حاجه اسمها عندنا سترونج تايب وويك تايب. سترونج تايب يعني في بعض لغات البرمجه انت قلت له مثلا سي، احنا لو بنكتب فيجوال بيزك بتقول له ديم الفار از انتجر مثلا، اوكي، هو طبعا انا مش عارف عشان احنا جوه البي اتش بي. بعد كده جيت تستعمل الفار ده على انه في احمد، يقول لك لا اسف انت عرفته لي على انه ايه، انتجر اول مره. لازم كل مره تستعمل ارقام. وبعد كده حتى بعد لما بتبدا تستعمله في حاله ان انت عايز تحوله لسترنج، يعني نص معين او رقم معين، في الاخر عملوا في داله اسمها مثلا تو سترنج في السي شارب وفي بعض اللغات الثانيه بعد الايه الفاريبل عشان تقدر ايه تحول. فده من نوع السترونج تايب اللي بيبقى ما بيسمحلكش ان انت تقدر تستعمل الفاريبل باكتر من شكل وباكتر من قيمه لمختلف انواع الفاريبلز اللي احنا خدناها. لكن البي اتش بي من النوع الويك تايب، ويك مش معنى ضعف برضه، ممكن تبقى يعني ان هي اللغه فليكسبل معاك خالص. فار اول مره استعملته على انه سترنج وطبعته، بعد كده استعملته على انه من النوع الرقمي مثلا، وبعد كده طبعته، مفيش اي مشكله عندها وتشتغل معاك مفيش اي مشكله. بس الملاحظه المهمه جدا في الموضوع ده، في حاله اذا كنت انت بتستقبل متغيرات من اليوزر لازم تتاكد من نوعها الاول، فاهمني؟ يعني في بعض الاوقات لو انا بستعمل جيت مثلا للبيج اي دي، لازم اتاكد ان الاي دي ده ايه؟ قيمه رقميه. يعني انا لو فار ده بيساوي السوبر جلوبال اللي اسمه جيت، حاجه اسمها بي مثلا، تمام، باختصار ايه كلمه او بيج مثلا، اختصار بيجي لك في اليو ار ال بتاعك بيبقى اليو ار ال بهذا الشكل مثلا، مثلا اندكس دوت بي اتش بي، بعد كده علامه الاستفهام بيج يساوي 1. ماشي شباب؟ بهذا الشكل بيبقى ايه الداتا المبعوثه لي. ببدا انا اخد البيج ده اللي موجوده في السوبر جلوبال اللي اسمه جيت وابعثها للايه، للفار. انا عايز اتاكد ان ده ايه، رقمي، لازم يكون رقمي، بحيث لو اليوزر كتب لي اي حاجه كده او كتب لي كود مثلا، عمل لي كده وبقى لي كده ديليت فروم وحاجه بتعمل اس كيو ال انجكشن مثلا، احول كل ده لايه، لرقم في الاخر، فبحوله بداله اسمها ايه، اينتي، تمام. دي في البي اتش بي 5، يعني دي نزلت احدث من اللي كان في داله قبل كده اقدم من ديت، هي اللي بتعمل الموضوع ده. لكن انتوا دلوقتي ايه تستعملوا الايه، اينتي بهذا الشكل، بقول له اينتي الحاجه دي. وممكن تبقى اري، يعني ممكن تقول له ثاني نشيل الكابس لوك بس اي ار، ايوه طيب ماشي خلاص. ان انا عايز ده لازم يجي لي على هيئه ايه؟ array، او يجي لي على هيئه ايه؟ integer. ماشي شباب؟ خلاص. المتغيرات دي دايما بتشيل حاجه واحده. طب في حاجه معينه او 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 داتا سورس معين او متغير معين يقدر يشيل اكثر من حاجه؟ قال لك اه، عملوا حاجه اسمها ايه؟ arrays. ممكن اقول له الفار ده يساوي array. والاري دي عباره عن ايه؟ عباره عن كلمه اري او مصفوفه، عباره عن متغير يستطيع ان يحمل مجموعه اخرى من الايه؟ من المتغيرات. الاري دي ممكن تبقى احاديه، يعني ايه؟ 2 3 4 شايله كده، وممكن يبقى ايه؟ ثنائيه من الاري من النوع الثنائي، يعني يبقى في مثلا الكي بتاعي اسمه احمد، تمام؟ وشايل القيمه اللي هي 1، تمام. بعد كده ممكن يبقى في الاثنين ده بيساوي اري ثانيه جواه مثلا، فاهمين يا شباب؟ وجواها دي برضو ايه، ارقام ثانيه وحاجات ثانيه، وجواها برضو ايه،
array تانية مثلا بعد الخمسة دي جواها ايه؟ array. تمام؟ فالاري ده عبارة عن مخزن مهم جدا ويجب عليك ان انت تتقنه. كل اللي انا عايزك تعرفه فيه بس انه عبارة عن مخزن يستطيع ان يحمل ايه؟ عدد اكثر من ايه؟ من قيمة متغيرة من ايه؟ من البيان. ماشي شباب؟ اوكي؟ الاريز فيها مشكلة بالنسبة لكم؟ طيب. بعد كده بدأنا ايه؟ ننتقل لمرحلة أعلى شوية، وبدأنا نعرف ازاي الكود اللي احنا كتبناه نقدر نستعمله مرة تانية من خلال ان احنا بنحط الكود بتاعنا الايه؟ جوه ايه؟ جوه فانكشن، وبنديها ايه؟ اسم مثلا احمد، وممكن تكون الفانكشن دي بتستقبل متغير معين مثلا داتا مثلا، وقلنا ان هو يجب ان احنا نديله ايه اساين ايه الديفولت فاليو ايه بتاعته مثلا. لو هو من النوع الرقمي هتقول له مثلا بتساوي ايه الديفولت بتاعه زيرو، يعني اليوزر لو ما بعتوش عشان ما يحصلش ايرور او اي حاجه اديله الديفولت ايه فاليو بتاعته. بعد كده بعمل براكتس بتاعت الفانكشن عادي، وابدا اكتب الكود ايه بتاعي فيها اللي بيعمل وظيفه معينه. طيب بعد كده انتقلنا لمرحله اعلى، قلنا طب احنا ازاي نجمع مجموعه من الفانكشنز اللي بتتعلق بحاجه معينه داخل كتله اعلى او محتوى اكبر يقدر يحتوي على اكتر من فانكشنز. قال لك اللي هو الايه؟ كلاس. كلاس ده بيبدا بتعريف كلمه كلاس وتكتب اسم الكلاس، تمام؟ بعد كده بتفتح القوسين بتوع الكلاس وبتبدا تعملها. اهم حاجه عايزك تعرفها في كلاس ان هو ما هو الا ايه؟ محتوى اقدر احط فيه الايه؟ الفانكشنز بتاعتي. طيب ازاي بعد ما عرفت الكلاس بهذا الشكل؟ كلاس احمد وفانكشن مثلا هنسميه احمد 2، لان في البي اتش بي 4 يا شباب في حاجه اسمها كونستراكتور وديستراكتور، يعني ايه اللي هو بالعربي مشايد والمدمر، هم ترجموه كده او كده، بس احنا كل اللي يهمك تفهموه ازاي. في وقت انشائك للكلاس احنا بنيجي نستعمل الكلاس دي بنستعملها ازاي؟ هل بس بوصلها ازاي الكلاس ده يا شباب؟ بقول له في متغير عندي اسمه او بي مثلا بيساوي ايه؟ نيو. نيو ايه بقى؟ تعال شوف كده. قال لك اول حاجه ايه عايز ايه؟ اول ما اقول لاحمد قال لي عايز نيو احمد. قال لي عشان تستعملها لازم تعمل استنشيات لايه؟ لنسخه جديده من الكلاس وتحطها داخل ايه؟ فاريبل من النوع المره دي تتحول لايه؟ اوبجكت بقى. يعني ده اصبح من النوع الايه؟ اوبجكت او كان، وادينا مقدمه عن موضوع الاوبجكتس. يعني عشان استعمل احمد ديت سي مثلا احمد دي بتستقبل داتا، والداتا ديت بتبقى نوعها سترنج، فلذلك عملت لها ايه؟ سنجل كود. وبعد كده بتقول له ايكو ويلكم، تمام؟ وتعمل ريتيرن للايه؟ للداتا اللي هي ايه؟ جايه. ماشي؟ يعني هي بتاخد الداتا اللي جايه لها وتبدا تقول له ويلكم فلان مثلا، ونعمل على كده علامه تعاون ومسافه مثلا بهذا الشكل. تمام؟ انا هبقى بس كده عشان السخونيه بتاعت ده مضايقاني. ماشي شباب؟ تعالوا كده نشوف ازاي نستعمل دي. انا لو جيت قلت له بعد كده اوبجكت بقى، علشان اوصل للميثودز احنا قلنا الفانكشن في صورتها الخارجيه لما بتتحط جوه الكلاس بتبقى من اسمها ايه؟ ميثود. فاكرين يا شباب؟ عشان اوصل للميثود اللي اسمها احمد 2 ديت اقول له ايه؟ بعمل له علامه ماينس اكبر من، وابدا اكتب له ايه؟ شفت انا اول ما عملت كنترول سبيس اوتوماتيك ما فيهاش الا حاجه واحد، قال لي يبقى انت اكيد عايز دي. خلاص؟ طيب احمد 2 دي بتاخد داتا، يعني انا مثلا سي كده تعال نجرب الصفحه بتاعتنا دي دلوقتي. طبعا قال لك اندفايند بيج هنا عشان احنا كنا لازم نقول له ايه؟ الست ليه الاول، يعني فاهمين يا شباب ان الجيت ده جبناه على طول ما كانش في حاجه في الايه في الجيت. هنلاحظ ان هو بيقول لك ايه ويلكم احمد ويلكم، المفروض في حاجه هنا ثواني فار بعد كده اوبكو الفار. ماشي اوكي خلينا زي ما هو كده، خلينا مش عايزين بقى الجزء اللي فوق ده، ويبكو الفار هنا قال لك ويلكم بس. تمام؟ ليه ويلكم بس؟ عشان انا قايل له لو الداتا دي ما جاتلكش خلي لي قيمتها ايه؟ فضل. طب تعال نشيل كده الديفولت فاليو بتاعته، قلت له ان هي بتستقبل متغير اسمه ايه؟ اسمه داتا. تعالوا نعمل ريفرش، ادالك ورننج وايرورز، قال لك لازم تديني قيمه ايه؟ المتغير اللي بيتبعت للميثود اللي اسمها احمد 2. قال لك احمد ده الايه؟ الكلاس الرئيسيه اللي انا اللي انا عملت ايه؟ نسخه منها معايا احمد. وبعد كده احمد 2 ده الميثود اللي ايه؟ اللي جوه، والميثود دي بتستقبل متغير وانت ما اديتهوليش، انت قلت لي اوبجكت احمد 2 على طول. يبقى عشان نحل المشكله دي لازم اعمل له اساين للديفولت فاليو بتاعه. لو اليوزر ما ادهالكش اعملوا لي ايه؟ قيمته بتساوي فاضيه مثلا ما فيهوش اي حاجه، فلذلك قال لك ويه ويلكم بس من دون اي مشاكل. طب تعالوا ندي له بقى هنا قيمته، نقول له ايه؟ احمد مثلا. تمام؟ فالمفروض هنا هيقول لي ايه؟ ويلكم احمد. انا مثلا جينا تاني قعدنا استخدام الكود مره تانيه مثلا قلنا له اوبجكت كده.
طبعا هنا هنخليه مثلا ايه بعد منه بي ار مثلا كده، وقلنا لينا ان الكوما اسرع من الدوت في الايه في الطباعه، يعني انت تستعمل كوما اسرع من تستعمل ايه دوت في موضوع الايه الطباعه. طيب بعد كده جيت قلت له تاني اوبجكت 2 ده كوبي وكده، لا المره دي اعمل لي واحد اسمه علي مثلا، تمام؟ هيقول لك ايه ويلكم ايه علي. اصبح عندي الكلاس بتاعتي حاجه واحده بس، وببدا استعمل اكتر من نسخه باكتر من ايه من شكل. انا ممكن اقول له في متع عندي تاني اوبجكت تاني بيساوي نيو، او اوبجكت 2 ده بقى تمام بيساوي نيو ايه احمد، ماشي شباب؟ اصبح اوبجكت 2 ده برضه ممكن من خلاله اقدر اتعامل مع الحاجات اللي جوه احمد. انا اقول له عايز نس احمد 2 مثلا، طبعا احمد 2، ونقول له مثلا محمد. تعال نشوف كده قال لك ايه ويلكم ايه محمد. ودي ميزه الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. صح معايا ايمن؟ شيل ايديك. ايوه كده تمام. الاوبجكت اورينتد بروجرامنج بتوفر معاك في استعمال الكود. كتبت الكلاس مره واحده، الكلاس ده هتبقى في ملف منفصل اسمه كلاسز عندك، تعمل له فوق ايه انكلود، وتبدا تستعمله باكتر من شكل. اللي انا عايزك تعرفه ان الكلاس بتبدا من كلاس، وجواها مجموعه من الفانكشنز تسمى ميثودز بتعمل وظائف معينه وانت اخدت عليها وبتستعملها بهذه الطريقه. لازم تقول له ايه نيو احمد. في بعض الاوقات انا ممكن اوصل للكلاس دي بطريقه ثانيه، ان انا اقول له احمد وعلامتين كده احمد 2. ده لما تكون الكلاس من النوع اللي جواها بروبرتي او ميثود من النوع الاستاتيك، ومش هنخش فيها بصوره متعمقه ديت، لان احنا هنا كان مطلوب مننا ايه تلاحظ ان هو ايه تنفذ بنفس الشكل. يعني انا قلت له ايه احمد مثلا هنا سيد مثلا او سعيد ايا كانت الداتا، قال لك ويلكم ايه سعيد. شوفوا قلت له الكلاس الرئيسيه الاوبجكت الرئيسي خش لي على الميثود اللي اسمها ايه احمد، ويبدا ابعت تاني. ماشي يا شباب؟ موضوع الكلاسز كده تفهم بالنسبه لك؟ اه انا عايز اعرف الاوبجكت او الميثود. ماشي او عايز اعرف صح مفيش مشكله. كل الكلاسات اللي ماشي في عندنا حاجة اسمها جيت كلاس. شوف في جيت كلاس ميثودز وجيت كلاس ايه فارس. جيت كلاس ميثودز دي وتدي له اسم الايه كلاس بتاعتك، وليكن خليها الكلاس نيم ده هناخده بره ونجربه كده، نقول له كلاس نيم بيساوي ماي اس كيو ال اي، تمام؟ مش عارف هل هندي له كونستراكتور كده ولا لا، ونجرب دلوقتي نشوف الكود بتاعنا. ريفريش اند فايند ماي سكيل، خليها كده مثلا ونشوف هل يشتغل معانا بهذا الشكل. طيب نقول له نيو مثلا. اه صح، لان من استنشيت للواحد منه. وهنا ماي سكيل اي اصلا يا جماعه المفروض اصلا في الاساس ان انا لازم اديله مجموعه من الفاريبلز اللي ياخدها، اللي هو الهوست واليوزر نيم والباسورد والداتا بيز. عموما كتجربه هو طبعا كده مش شايفه، ممكن نطبقها على الكلاس بتاعتنا مثلا اللي احنا عاملينها. يعني احنا قلنا له ايه ان الكلاس نيم ده بيساوي ايه مثلا، بيساوي نيو ايه احمد. انا مش عارف ان في جواها ميثود اسمها ايه احمد 2. مفهوم يا شباب؟ تعالوا كده ثواني. يعني ممكن يكون السبب ان بتاع فاضي هنا اصلا ان كان عندنا ايه مجموعه من الايه من الايرورز. طبعا دي لازم احطها جوه ايه فاريبل مثلا، واقول له مثلا ايه ايكو الفار ده كده ونشوف. ثواني قال لك جواها ايه اري. طب نعمل برنت ار بقى طبعا ليها. قال لك جواها ايه اول حاجه احمد 2. تعال نغير دي ونسميها ايه ماي اس كيو ال. نجرب كريبتنج، كان محتاج ان احنا نعمل ايكو. دي كلها جوه كل الايه الميثودز اللي جوه الايه الماي اس كيو ال اي. وعموما هي اصلا موجوده قدامك، مجرد ما بتضغط كنترول مع وتقف على الـ على الـ على الكلاس اللي انت بتعملها تضغط عليها. المفروض ان هو في الـ ايكليبس بيوديك على الايه على الكلاس الرئيسيه اهي، زي ما انتم شايفين فتح لي ملف اسمه ماي اس كيو ال اي دوت بي اتش بي، موجود جوه مسار معين داخل اللغه نفسها في الكوره اهوت بتاع في جواه كل الايه الميثودز بتاعت اللغه. طبعا لو جيت تشوف الاوت لاين هنا، لو هنا نشوف الويندو شو فيو اوت لاين، اوت لاين ده بيجيب لك ملخص للايه للميثودز اللي جوه الحاجه اللي انت فاتحها. يعني انا واقف في الماي اس كيو ال اي، قال لك انا عندي ايه ماي اس كيو ال اكستنشن هيت ادي الفاريبلز بتاعتي. بعد كده عندي في حاجه اسمها جيت مسج، جيت كود، جيت فايل، جيت تايتل،
الفاريبلز التانية، وادي جميع الايه الميثودز الايه اللي جواها. شايف شايف كل دي كلها ايه ميثودز جوه الايه الداله بتاعته، تمام مفهومه؟ طيب هنا هنرجع للمثال بتاعنا ده، انا هقول له بس قبليه ايكو بي ار اي، وبعد منه اقول له ايه اقفل لي البي ار، يعني ما تعمليش فورماتنج للايه للداتا بتاعتي عشان تظهر بس الماي اس كيل اي بصوره ايه افضل. قال لك دي جواها كل دي جواها مسجز جوا الايه، شايفين المسجز الكويري اللي احنا بنستعملها دايما، حاجه اسمها بريبير، ودي المفروض تبداوا تتعلموها ان انت بتعمل بريبير للجمله الاول وبعد كده تعمل سند للجمله دي للايه للماي اس كيل. في عندك فيها جواها حاجه اسمها سيلكت دي بي، في حاجه اسمها سيت ايه كار سيت كاركتر سيت، فاكرينها اللي هي بتعمل يو تي اف ايه يا ايمن؟ يو تي اف ايه، ما انت احنا عارفين هي يو تي اف ايه ايه لازمتها ديت، ها عشان تخلي ما تظهرش عندي علامات الاستفهام ده يا شباب، صح كده؟ في عندي بقى كذا حاجه، في كوميت كونكت، في مش عارف ديباج، في كذا يا جربها ممكن بتعمل ريفرش للحاجه، انا ما جربتهاش خالص. عايز تعرف خش افتح كده بي اتش بي دوت نت وابدا شوف كل حاجه، ده مرجعك الاساسي، ده مرجعك الاساسي، اكتب له كده ماي اس كيو ال اي، ابدا على الكلاس اسمها اس كيو ال اي، هنروح على الانستليشن ماشي، خلينا هنا نضغط نختارها، دي كلها كلها ايه حاجات جواها. تعال نشوف الريفرش ديت فين، خلينا نعمل له ريف ريفرش ار اي اف ار اي اس اتش، هو مش شايفها ماشي. طيب ريل اسكيب ممكن يكون هي هنا بس هنا ار اس تي المفروض قبل دي، وما اتكلمش عنها هتلاقيه برضه متكلم عنها، ممكن اسك ار فريند جوجل هتلاقي ده الشرح فيه حاجه اسمها لا كويك ريفريش برضو كلمه. عموما ممكن نرجع عنها، ممكن تبقى انت تشوفها بنفسك يعني. عموما هي ريفريش من اسمها، بتعمل ريفريش للكونكشن مثلا، بتعيد الاتصال مره ثانيه يعني، دايما كلمه ريفريش بتعني هذا الحاجات، لكن انا مش متاكد من الحاجه نفسها فين. انهي واحده هنا ولا هنا ولا دي؟ اه دي ماشي، ده واحد بلوج اهوت ريفريش بتقول لك ايه جيت ذا اوبجكت داتا فروم ذا داتابيز اند ريكاش، بتعمل له ريكاش ثاني يا جماعه يعني ريفريش، كلمه ريفرش للايه للداتا ايه بتاعتك، من تلاقي هتلاقي واحد شارحها برضو بتقدر تستعملها. ماشي يا شباب خلاص، بس احنا موضوع الكلاس ده تمام. طيب بعد كده الجزء الطلب بعد كده موضوع الديت تايم، مفيش مشكله هناخده مع الجافا سكريبت ديت تايم بيكر. عايز اشرح حاجه مهمه جدا مهمه ليكم، بعد ما خلصت الشغل بتاعكم يا شباب عايزين ترفعوا الشغل ده على موقع، ازاي ان في ناس فيكم اوريدي بتتعامل مع السي بانل وفي ناس لسه ما عندهاش ايه خبره مع السي بانل. مش فاكرين الموقع اللي احنا كنا بنجرب عليه ديمو دوت احمد ده دوت كوم بتاعي، الموقع اللي كنا رفعنا عليه اول تمبلت خاص بينا، 70% من المواقع بتبقى شغاله بكنترول بانل اسمها ايه سي بانل. لما انت بتيجي تحجز موقع، لما الشخص اللي انت بتكلمه عشان يحجز لك الموقع تدفع له فلوس الحجز وفلوس الاستضافه وكده، بتقول له اليوزر نيم والباسورد بتوعه ايه، تيجي بعد الموقع بتقول له يا ايمن سي بانل، بيقول لك قول هيطلب منك السي بانل دلوقتي اليوزر نيم والايه والباسورد. احنا اليوزر نيم كان ديمو اتش بي والباسورد ايه زي ما احنا كنا كاتبينها وقتها. هتدخل على السي بانل ديت هتلاقوا ان في مجموعه من الكاتيجوريز للتولز اللي انتم بتستعملوه. اهم حاجه عندنا الجزء الخاص بالايه بالداتابيز ده، في ماي اس كيل داتابيز ويزرد ده كويس، ويزرد معمول بحيث ان انت بتكريت منه الداتابيز، لان احنا زي ما قلنا شباب انت في اللوكال هوست شفنا كده هتلاحظوا ان البي اتش بي ماي ادمن هنا سامح لنا ان احنا ايه نكري الداتابيز، يعني في اللوكال بتكري. لو جيت في اللايف سيرفر، لو انا جيت هنا وفتحت البي اتش بي ماي ادمن بتاع الويب سايت دي وده، هشوفين هنا في ايه كرييت داتابيز. تعالوا كده نبص على البي اتش بي ماي ادمن اللي موجود عندنا في اللايف سيرفر كده، هنلاقي انه مفيش امكانيه ان انت تكريت ايه داتابيز. انت عندك في داتابيز لازم تعمل له هوم، دي طبعا الانفورميشن سكيما اللي هي الديفولت داتابيز، مفيش اي داتابيز لسه معمول، فعشان كده هو قفلك على الايه على الانفورميشن سكيما بتاعه الايه
الماي اس كيو ال نفسها. طيب انا ازاي اكري الداتابيز الاول؟ اول خطوه احنا كنا في القديم هنا بنعمل ايه؟ كرييت داتابيز. لا، في السي بانل بقى بتخش يا اما من خلال ماي اس كيو ال داتابيزز او ماي اس كيو ال ايه داتابيز ويزر. هنستعملها بالويزر اللي هو اسهل شويه. بيقول لك الاسم الداتابيز هيبقى ايه، وليكن مثلا هنسميها ايه تيست، ودايما بياخد اليوزر نيم بتاع الموقع بيكون هو الايه بدايه الايه الداتابيز، بتبقى اليوزر نيم بتاع الموقع اندر سكور ايه تيست، هيبقى ده هو ده اسم الداتابيز بتاعنا. بقول له نيكست. قال لك فاكرين اليوزر نيم والباسورد اللي احنا كنا بنحطهم في الكونفج يا شباب؟ يعني احنا كنا هنا في سيشن، اي سيشن كده دخلنا على الكونفج، هنلاحظ ان هنا ايه اليوزر كان روت والباسورد كانت فاضيه عشان انا شغال على اللوكال، لكن في اللايف سيرفر ما ينفعش الكلام ده، لازم يوزر نيم وباسورد. بقول له مثلا انا اليوزر بتاعي هيبقى تيست والباسورد 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وطبعا يفضل ان انت ما تعملش الايه باسورد بهذا الشكل، ويا ريت الماي اس كيو ما تعترضش علينا. يعني ممكن تقول لك الباسورد ويك قوي، حتى قايل لك ايه فيري ويك يا، وممكن تقول له ايه باسورد جنريتور، طبعا بيعمل لك جنريت لباسورد اي هاف كابز ديت اوكي يوز باسورد اوريدي حطها لك، قال لك فيري سترونج، يعني عمل لك باسورد مؤلفه ما بين ارقام وحروف واسماء وكابيتال وسمول وكده. بتقول له ايه كرييت لليوزر. انا دلوقتي انشات ايه يا شباب؟ الداتابيز. بعد كده انشات الايه اليوزر اللي اسمه تيست، صح؟ هو مش هيبقى اسمه تيست بس، هيبقى اسمه ديمو بي اتش بي اندر سكور تيست، بياخد اسم الموقع الاول وبعد كده اندر سكور واسم اليوزر نيم اللي انت حاطه. طيب اليوزر ده لازم يبقى ليه صلاحيه على الداتابيز دي، يعني في بعض الاوقات محتاج يوزر يروح يعمل سيلكت بس او انسرت بس او ابديت بس، بتختار الحاجات، او محتاج يوزر. انا قلت لك نزل ايديك يعني وارجع لورا شويه، تعدل يعني اعمل كده يعني ظهرك يكون مستقيم، ايوه كده تمام. او محتاج في بعض الاوقات يوزر يعمل دروب للتيبلز، يعمل اي حاجه معينه، انا ممكن اقول له ايه جميع الصلاحيات اليوزر ده اللي يقدر يعملها، ونتاكد ان احنا خدنا الباسورد ديت معانا عشان تبقى عارفينها ونعملها، ونقول له ايه نكست ستيب تمام. قال لك خلاص كومبليتد التاسك، كومبليتد اليوزر تيست اتضاف انه يقدر يستعمل الداتابيز اللي اسمها ايه تيست. عايز تضيف انذر داتابيز، عايز تضيف يوزر تاني، عايز تروح للهوم، هنقول له هوم. لو جينا هنا ورحنا على الهوم بتاعه برضه نعمل ريفرش بس هنا كده، هنلاحظ ان ظهرت عندنا الداتابيز الجديده اللي احنا عملناها اللي اسمها ايه تيست. ما تبقاش اسمها تيست بس، يعني انا لو موقعي عشان انا الموقع ده اسمه ديمو او اليوزر نيم بتاعه ديمو بي اتش بي، اصبح اسم الداتابيز ايه ديمو بي اتش بي اندر سكور تيست، واليوزر بتاعي ديمو بي اتش بي اندر سكور ايه تيست، والباسورد اللي انا عملتها. ببدا اخش على الداتابيز بتاعتي واتعامل معاها بالظبط زي ما بتعامل معاها في الايه في اللوكال هوست يا شباب تمام. تبدا من هنا تعمل مثلا امبورت معين، تعالوا نعمل كده امبورت لاي ملف اس كيو ال من اي محاضره عندنا، نقول له براوز كده ونروح على ده صفحه بقولها لكم مسيفها لكم برضو، اسف بره مش عارف فيها ايه دي، بس مش مشكله. ادي رحت على ملف اسمه تيست واقول له ايه اعمل لي امبورت للملف الاس كيو ال ده ونشوف ايه اللي هيحصل. قال لك امبورتد، فاكرينه ده اللي كان بتاع محاضره الاس كيو ال لما كنا بنتمرن على الاسماء وسيلكت وكده تمام يا شباب. انا كده عملت امبورت على اللايف سيرفر اهو، عملت ايه دخلت على السي بانل الاول، من السي بانل لازم اكرر الداتابيز من خلال الماي اس كيو ال ويزرد، او لو دخلت على الماي اس كيو ال داتابيز دي نفسها بيقول لك اسم الداتابيز ايه، بقول له مثلا تيست 2 ماشي، واقول له كرييت للايه للداتابيز. قال لك كريت الداتابيز، اقول له جو هوم خلاص. طيب بعد ما كريت الداتابيز هل عايز اضيف لها يوزر جديد؟ لو عايز اضيف لها يوزر جديد بكتب هنا اسم الايه اليوزر نيم الجديد، وممكن نفس اليوزر القديم يفضل اقول اديله الصلاحيه انه يتصل بالداتابيز الايه الجديد. من اخر حاجه هنا بقول لك ايه اد يوزر تو ذا داتابيز، انا ما عنديش اليوزر واحد عشان كده هو اوريدي سيلكتد، وعندي في اتنين داتابيز اقول له لا انا عايز اضيف تيست ده للداتابيز الثانيه اللي هي ايه تيست 2، واقول له ايه اد تمام. عايز ايه الصلاحيات اللي انت تديها لليوزر تيست ده على الداتابيز الثانيه؟ بقول له كل الصلاحيات مثلا او زي ما انت تحب، واقول له ايه اوكي مفهوم يا شباب. لكن ميزه الويزرد انه في الويزرد بعمل يوزر والباسورد وكل والداتابيز وكل حاجه في ايه في نفس الايه الويزرد، مفهوم الحته دي يا شباب. طيب علشان ارفع ملفاتي على الموقع ده، انا دلوقتي اصبحت اعرف ازاي اعمل داتابيز من خلال السي بانل، واصبحت اعرف ازاي اعمل يوزر يتصل بهذه القاعده على في السيرفر بتاعي، ازاي هرفع ملفاتي؟ احنا شرحنا برنامج قبل كده اللي هو الايه فايل زيلا، ده عباره عن اف تي بي كلاينت مجاني قوي جدا وعملي وبتقدر تشتغل عليه. بقول له فايل سايت ايه
مانجر، انا عندي الديمو ده طبعا كنت انا كاتبه، بقول له الاف تي بي هوست بتاعي بقى الهوست، انا عندي اليوزر الدومين اسمه ايه؟ ديمو دوت احمد دهب دوت كوم صح؟ الاف تي بي بتاعه يبقى ايه؟ اف تي بي دوت ديمو دوت احمد دهب دوت كوم. يعني انت مش هيبقى في احمد، يعني سي احنا شغالين على احمد دهب يبقى اف تي بي دوت احمد دهب دوت كوم على طول مثلا. لو كنا شغالين على الديمو، عشان الديمو ده انا عامله كانه ويب سايت منفصل نهائيا عن موقعي اللي هو احمد دهب، ملوش علاقه بيه، ما هواش مثلا صب دومين عندي ولا كده، لان انا عامله من الدبليو اتش ام مش عامله من السي بانل. فهنتعامل معاه اف تي بي دوت ديمو دوت احمد دهب زي ما انتم ايه شايفين. البورت الديفولت بتاعه يا اما تسيبه فاضي او تقول له ايه 21، بيقول لك اكتب لي اليوزر نيم، طبعا نوع الكونكشن بتاعك، بتقول له ايه نورمال عشان يتصل، او لو هو مفتوح انونيموس عشان لو مثلا في سيرفرات تبقى فاتحه اي حد يتصل بيها تقدر ايه تتصل لو انت بتعمل داونلود لحاجه. طبعا البروتوكول بتاعك احنا الديفولت بتاعنا اف تي بي، في بعض الاوقات بيبقى في كونفجريشن معينه للسكيورتي تقدر تعمل لها على اساسها، ولكن بنسبه 90% من الشغل بتاعك كله بيبقى ايه اف تي بي عادي، فايل ترانسفير ايه بروتوكول. بعد ما خلص بقول له ايه كونكت، تمام؟ بيبدا يقول لي انا بكونكتنج بالويب سايت اللي انت عملته. بيبدا على اليمين عندي يا شباب السيرفر بتاعي او الهوست بتاعي، تمام، وعلى الشمال الملفات اللي ايه اللوكال اللي على الجهاز بتاعي. انا مش اكيد الملفات بتاعتي حاططها مثلا جوه الاتش دي دوكس، زي مثلا احنا في سيشن 15 مثلا، نروح على سيشن 15 ونفتحها كده، ببقى فاتح عندي الحاجات الموجوده على الجهاز وفاتح عندي الايه السيرفر. الملفات اللي انت بترفعها جوه فولدر اسمه ايه بابليك اتش تي ام ال، نكتبها يعني الناس اللي مش عارفه تكتب الحته دي. الملفات اللي انا بعمل برفعها على ايه، على بابليك اتش تي ام ال، مجرد ما ارفع عليه بيجيب لي كل الايه الفولدرات اللي ايه اللي جواه. ده كان الموقع القديم، هنرفع مكانه اندكس بدل الايه الاندكس اللي احنا كنا رافعينه. رايت كليك واقول له ايه ابلود، ولو كان في اكتر من ملف او كده بعمل سيلكت عليهم. هنا طبعا عشان لقى الملف بيقول لك انت عايز تعمل ايه، عايز تعمل اوفر رايت للملف الموجود ولا تعمل له رينيم ولا تعمل ولا، وبعد كده لو حصل نفس الموضوع ده اعمل اوفر رايت اوتوماتيك ولا اعمل ايه، تمام؟ بقول له اه اوكي انا عايز اوفر رايت، رفع لي الاندكس ده مكان الاندكس الموجود. لو جينا هنا على الويب سايت اللي هو ديمو بتاع احمد دهب دوت كوم وفتحناه كده، هنلاقي الملف اللي هو احنا عملناه عندنا في اللوكال هوست هنا اترفع بقى موجود فوق على الايه على الويب سايت. بكده عرفنا ازاي نقدر نرفع ملفات او فولدرات على الموقع بتاعنا. يعني انت بعد ما تخلص الموقع، ولو السيان مثلا عملنا مثلا السي ام اس، فين السكريبت بتاع السي ام اس؟ فين كان؟ في انهي محاضره يا شباب؟ كان في 11. بتروح تفتح فولدر السي ام اس ده زي ما هو كده، وتعمل سيلكت على كل الفولدرات كده زي ما انا عملت شيفت مع الماوس، او المفروض في سيلكت اول كنترول ايه عمال سيلكت اهو، رايت كليك وتقول له ايه ابلود. طب انت عايز الملفات الموقع ده مش تبقى في ديمو احمد دهب على طول دوت كوم، عايز تبقى في فولدر اسمه هوم مثلا، بتروح هنا في الفايل زيلا هنا وتعمل رايت كليك في اي مكان فاضي وتقول له ايه كرييت ايه دايركتري، ماشي يا شباب؟ اقول له ايه انا عايز الدايركتري بتاع اسمه هوم، اصبح بابليك اتش تي ام ال هوم. بابليك اتش تي ام ال ده بيقابل الدومين بتاعك، يعني ديمو احمد دهب دوت كوم هو اللي ايه الريال باص بتاعه بابليك اتش تي ام ال. اقول له هوم، لو جيت هنا وعملت هوم وانتر هلاحظ ان فولدر الهوم طبعا هيبقى ايه فاضي. هبدا ارفع الملفات بتاعتي. طبعا انا مثلا هنرفع مثلا كده مع ده السي بي مثلا عشان يرفع بسرعه، بس الصور والبتاع انكلودز، اقول له ايه ابلود، بس لازم ادخل جوه فولدر الايه يا شباب الهوم ده، ارفع بره كده هيرفع جوه البابليك اتش تي ام ال على طول. لا ده انا عايز ارفع في الهوم ده، اعمل ايه؟ اروح جاي ضغط ضغطتين عليه كده، كده دخلت جوه الفولدر، رايت كليك واقول له ايه ابلود، هيبدا يرفع الملفات ديت من على اللوكال سيرفر عندي الى الريال سيرفر او السيرفر بتاع الايه الموقع بتاعي. ها في اي استفسارات في الجزء ده؟ عرفنا كده ازاي بنعمل موقع. طيب عندنا الداتابيز، ملف الداتابيز انا لازم اعمله على في البي اتش ماي ادمن عند السي ام اس ده شباب اهوت، اروح اعمل له ايه اكسبورت واقول له سيف فايل واقول له جو، ملف اس كيو ال هروح جاي مسيفه مثلا على الديسك توب واقول له ايه سي ام اس دوت اس كيو ال، واروح على الداتا بيز بتاعتي واقول له ايه سي مثلا احنا هنشتغل على الداتا بيز اسمها تيست 2 على سبيل المثال، اقول له مثلا تيست 2 واروح اقول له ايه امبورت لملفات اسمها سي ام اس دوت اس كيو ال. يبقى انا كده عملت اكسبورت للداتا بيز عندي من اللوكال بي اتش بي ماي ادمن عندي، وبعمل لها امبورت على اللايف ايه سيرفر واقول له جو، فعلا جاب لي الايه
الملفات. طيب الخطوه اللي بعد كده هنشوف ده كده خلص خلص اوكي. في عندي هيبقى مشكله يعني، لو جيت على الهوم ده عملت ريفريش هيديني ايه؟ ايرور، قال لك انا مش عارف اتصل روت ات لوكال هوست ومفيش باسورد، انا لازم احط له اليوزر نيم والايه؟ والباسورد اللي احنا عملناها يعني. هل الباسورد لسه في الذاكره؟ طب كويس الحمد لله. تمام، هروح على ملف الكونفج اللي موجود عندي، طبعا انا هنا هنشوف المكان اللي احنا رفعنا منه ده، هناخده زي ما هو. راحت الباسورد. هي لسه موجوده هنا. نحطها في ملف تكست كده بس الله يكرمك عشان ايه؟ ما ننساش الموضوع ده. الحمد لله ان انا كنت حاططها هنا يعني. دي الباسورد اللي احنا عملناها لليوزر ايه يا شباب؟ تيست صح؟ عملناها اليوزر تيست. عشان انا هروح هنا على المكان ده واعمل له كده واروح افتح المسار ده، اروح على الانكلودز على ملف الكونفج بتاعي، اقول له اوبن مثلا بالنوت باد بلس بلس او ايا كان البرنامج اللي انت بتستعمله، اقول له كلوز اول باد ذس. اليوزر نيم هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ من على اليمين كده تيست. ها اسم اليوزر. طيب ليه لا ما تكلمش في الكلام، ما تكلمش. طيب اسم الموقع او بعديه اسم اليوزر نيم بتاع الموقع، مش اسم الموقع، اليوزر نيم بتاع الموقع. ها هيبقى يا شباب ديمو بي اتش بي اندر سكور تيست. انا اصلا في لما جيت اعمل هنا يا شباب في السي بانل فين احنا قفلناها اهيت، قال لك اسم الايه؟ الداتا بيز ديمو ايه؟ تيست. واليوزر برده نفس الحكايه ديمو ايه؟ اندر سكور تيست. لازم تتاكد بالاسم ده، لان في اوقات ناس يقول لك انا عملته على اللوكال عندي وجيت ارفعه ما اشتغلش عشان انت كاتب اليوزر نيم غلط. انا طبعا انا عندي اليوزر هيبقى كده، الباسورد بتاعته احنا كنا خدناها في الملف التكست ده، ناخدها زي ما هي كده، نقول له كابي ونروح نحطها هنا، هي دي الباسورد اللي احنا ايه عملناه. طيب الداتا بيز بتاعتنا هتبقى اسمها ايه؟ تيست 2 يا شباب. ماشي، احنا طبعا احنا شغالين على تيست 2، فنقول له الداتا بيز بتاعتنا تيست، ونروح نفتح الانكلود اللي جوه هنا وقصاده الانكلود اللي هنا، واقول له ايه؟ ابلود لملف الانكلود ده، واقول له ايه؟ اوكي اعمل لي اوفر رايت للملفات عشان نشوف يقدر يشتغل معاه ولا لا. اعمل هنا ريفرش للصفحه ديت، هنلاحظ ان شاء الله المفروض ان الايه الموقع الديمو اللي احنا عملناه ايه اشتغل معانا. شايفين يا شباب اشتغل وبقى يتصل وجايب داتا من الداتا بيز وشغال معانا بصوره كويسه جدا ومفيش اي مشاكل. وكل ما تمشي على حسب المعايير الموجوده كل ما يحصلش معاك مشاكل. بمعنى ايه المعايير؟ قلت لك في المعايير لازم كل حاجه عندك تكون نوعها ايه؟ يو تي اف 8 كوليشن بتاعك، الكاركتر سيت بتاعك، عشان ما يحصلش معاك اي مشاكل في اللغه العربيه، وبتسهل عليك في موضوع البحث في اللغه العربيه. يعني تيجي تبحث في اللغه العربيه لما يبقى يو تي اف 8 سهل جدا التعامل مع العربي، لانه حتى بعد كده الى الان في مشروع داخل البي اتش بي فيرجن 6 ان هم يعملوا يو تي اف 8 انكلودد جوه اللغه نفسها من الكور بتاع لغه البي اتش بي، ان هو بيدعم اليو تي اف 8 باي ديفولت، وده هيساعدكم كتير جدا في التعامل مع اللغه العربيه. وقلنا ان الباشمهندس خالد الشمع عمل شويه حاجات كويسه جدا في هذا المجال، خدم بيه اللغه العربيه، تقدروا تبقوا تطلعوا على الموقع بتاعه. ماشي يا شباب، عرفنا ازاي الشغل بتاعنا اللي كان على اللوكال قدرنا نرفعه على السيرفر من خلال برنامج الاف تي بي، وعرفنا ازاي نكاريت يوزر نيم ونكاريت باسورد وبنحطهم فين، بدل ما كنا بنعمل روت بنبدا نكتب البيانات الجديده بتاعت اليوزر نيم والايه والباسورد. ماشي يا شباب، في اي اسئله في الجزء ده؟ طيب اتفضل، مفيش اي سؤال. بعد كده ما تبقاش تحط السماعه دي في ودانك وانت في المحاضره، انت لسه شايلها من 5 دقايق. انت كنت حاططها كده بس ما علينا، بتلعب بيها يعني؟ طيب ماشي يا شباب، في اي جزء مش مفهوم في الحته ديت، حته ان احنا عرفنا نرفع الموقع ازاي وكده. طيب كان في مثال عايزين نعرف، احنا خدنا مثلا في كانت في انهي سيشن بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كده نقفل ده كده خلاص. كان عندنا لوكال هوست، كان في ايه اللي فيها التاريخ والوقت؟ كانت سيشن او برو 3 صح؟ اللي كان احمد الملفات اللي كان عاملها برو 3 او برو 4 تمام. كانت في الجزء ده في الادمن في هنا امكانيه ان احنا نحط الايه التاريخ والوقت. هنعرف ازاي نعمل اداه معينه او فورمه تدخل التاريخ والوقت او تدخل التاريخ بس داخل الايه البتاع. هنروح على جوجل كده مثلا، انا اوريدي نزلتها عندي عشان لو كان النت فاصل، بس هجيبها لكم من قدام. اسمها جافا سكريبت ديت
تايم مش مهم نصحح حتى، هو ايه جوجل هيصحح لنا بنفسه يعني. اول واحده ده دي انا شفتها قبل ما اجي، وان شاء الله نتوقع انها تكون كويسه. في عندك حاجات كتير جدا على فكره، طبعا تقدر الناس اللي تبدا تقرا عن الجي كويري، في حاجات تحفه معموله بالجي كويري. يعني انا ممكن بدل الجافا سكريبت هقول له جي كويري ديت تايم بيكر، هناخد البسيطه جدا دي في صورتها البسيطه ونفتح الموقع بتاعها، هلاقي الشرح بتاعك بتاعها بيقول لك ان انا عندي الاصدار الثاني مثلا ومعموله بالسي اس اس وكده ومميزاتها وهاو تو يوز. الشرح بتاعها بسيط جدا، بيقول لك هاو تو يوز، بيقول لك انا الشغل بتاعي كله باخده من ملف اسمه ايه ديت تايم بيكر سي اس اس دوت ايه دوت جافا سكريبت و دوت جي اس، يعني بتعمل له انت ايه لود في الصفحه بتاعتك مش اكتر من كده. وبعد ما بتعمل له لود بتديني ان الاي دي بتاعك اي دي ديمو 1 او ديمو 2 او ديمو 3 او ديمو 4. وفي امثله عندك لطريقه التاريخ، يعني بمعنى ايه، احنا لو رحنا هنا على اللوكال هوست بي اتش بي ماي ادمن ونفتكر البروجكت اللي كان فيه التاريخ والوقت، اي بروجكت مثلا اخر حاجه عملناها برودكتس ولا انستيتيوت بتالي كان اخر حاجه عملناها ايه، كان في حاجه فيها تاريخ، خلينا في بروس 3 مثلا اللي هو احنا شغالين عليه حاليا. اهم حاجه عندنا شباب في موضوع التاريخ والوقت الصيغه بتاعه التاريخ والوقت، لازم نكون عارفين صيغه التاريخ والوقت عباره عن ايه، عباره عن السنه بصوره كامله، بعد كده الشهر، وبعد كده الايه الايام، وبعد كده الايه الوقت. طبعا في اغلب الاوقات انت مش محتاج ان انت تخلي اليوزر يدخل الوقت، تمام، انت غالبا بتخلي اليوزر يختار التاريخ. طب بيفيدك في ايه موضوع التاريخ والوقت؟ في بعض الاوقات في فورمه يوم ميلادك مثلا كام او تاريخ ميلادك يوم كذا، فاليوزر يقدر يختار تاريخ ميلاده من هذا الشكل. لو جينا هنا ندور على ده داونلود ننزله، بيقول لك انت اوكي ماشي، وبيقول لك يعني هو قايل لك هنا اضغط على الزرار الكبير اللي اسمه داونلود عشان تبقى تعدي بعد كده على الايه على الاعلان اللي هو حاطه ده مثلا، يعني يمكن تضغط عليه ولا حاجه. انا اوريدي نزلتها هنا في سكريبت، هي مجموعه الحاجات اللي احنا المفروض هنشتغل عليها النهارده ان شاء الله، اوريدي احنا ايه مش هننزلها. طيب في ديمو المفروض ليها، طبعا اليوزر بيضغط كده بيبدا يظهر الكالندر بتاعتنا، اليوزر بيختار مثلا 14، انا بتاريخ مثلا الواحد تاريخ ميلاده واحد مولود سنه 90 مثلا، وش يختار الشهر وبعد كده يضغط على اليوم كتبه بهذا الايه الشكل. طب انت مش عايزه بهذا الشكل، هو قايل لك اوريدي في الملف اللي احنا حملناه في سامبلز كتير جدا، بتشوف السامبلز اللي انت عايزه، السامبل اللي انت عايزه وتبدا تتعامل معاه. هنفتح بقى الملف ده، ده جواه الملف اللي احنا عايزينه والسي اس اس بتاعه، وادي مجموعه من الايه من الملفات التجريبيه الخاصه بيه، تمام. شايفين ده طريقه ان هو بيعرض لك ديمو 1 بتعمل لك هذا الشكل، بتعمل لك الديت دي مانس. احنا عايزين اللي هو بيبدا بالسنه وبعد كده الشهر، يبقى احنا عايزين ديمو كام؟ ديمو 3. يبقى الاي دي بتاع الانبوت بوكس بتاعها هيبقى اسمه ايه؟ ديمو 3. زي موضوع التكست اريا يا شباب، فاكرين التكست اريا؟ مجرد ان انا بس ضفت الكود بتاع الجافا سكريبت اللي هو بيعمل لود للصفحه او لملف الخاص بالتين ام سي اي، اوتوماتيك اي تكست اريا اتحولت هنا. بس اي انبوت عايز احوله من انبوت عادي، يعني هناخد مثال نعمل له صفحه دلوقتي ونجربه، مفيش مشكله عندنا. تعالوا كده في سيشن 15 ونعمل هنا كده صفحه جديده، نيو بي اتش بي فايل، واقول له ديت اند تايم مثلا. خلاص يا شباب، واروح اخد الكود اللي هو قايل لي عليه عشان تعمل لود للملف بتاعي هنا زي ما هو كده، واحط. طبعا انا لازم الصفحه بتاعتي تكون ايه فيها اتش تي ام ال بقى، يعني انا كده هبدا بايه اتش تي ام ال، تمام. وهنا عندي الايه الهيد اللي انا بحط فيه الحاجه بتاعتي، وهنا عندي الايه البادي، ماشي. طبعا في الهيد ده هحط الايه كود الجافا سكريبت، بيروح يجيب الملف ده، هاخد الملف ده زي ما هو واحطه. هنشوف بس هو حاطط لك سي اس اس ولا لا، مديك قال لك اهم حاجه الجافا سكريبت، وهنحمل برده ملف السي اس اس بتاعنا مفيش مشكله فيه، ماشي شباب. هروح على الملف بتاعنا من هنا مثلا، ناخده زي ما هو هو وده، يمكن يكون السي اس اس ده خاص بالملف ده، يعني كان بالمثال ده، يعني احنا هنكتفي بده دلوقتي كده، نقول له كابي ونحطه جوه الايه المشروع بتاعنا، خلاص. وبعد كده محتاج انا هنا اعمل ايه فورمه عاديه، تمام، اقول له مثلا
النيم بتساوي نيم بتساوي مش ممكن ما اعملش النيم كمان تيست مثلا فورم مثلا الاكشن نفس الصفحه الميثود بتساوي ايه بوست واهم حاجه عندي في زرار انبوت تمام النيم اسف النيم بيساوي هنسميه مثلا ديمو 3 والاي دي بتاعه برضو بيساوي ديمو 3 ومحتاجين ايه تاني الفاليو فاضيه والتايب طبعا تايب نوعه ايه تكست ماشي يا شباب نقول كده تكست وبعد كده هنعمل هو طبعا هنشوف الحاجه اللي هو ما فنهوش اه ماشي اوكي بعد كده هنروح نقول له ايه input طيب بيساوي نوع ايه submit والنيم بيساوي submit والفاليو اللي هي الاسم اللي هيظهر على الحاجه بتاعتنا بيساوي submit ونقفل كده نروح نفتح الصفحه بتاعتنا دي ونشوف ديت time.php بسمح عندي زرار وفي ايه السبميت بيبعته على الايه على نفس الايه الصفحه بتاعتي طيب نتاكد بقى هنا ان الكود بتاعنا ده اتحفظ مثلا عشان هو كده المفروض هنشوف طريقه الاستخدام ايه يمكن يكون الاي دي تقريبا ما انا عامل اي دي اهو دي مش لا استعمل ايه هنشوف هنشوف المثال بتاع ها اللي هو ايه رابط ايه مش فاهم الديمو موجوده ايه ايه يعني ايه حرف الايه ماله تاجز بتاع الروابط اتش ريف يعني انكر تاج يعني ماشي ماله ده هتحط فين هم هنا يعني في المثال قالوا كده نشوف انا ما جربتش الحاجه ديت عمل لك انبوت وجوه البتاع عملها لك بهذا الايه بهذا الشكل يعني ان القيمه بتاعتها والصوره كمان اللينك بتاعها اهوت يا شباب هناخده زي ما هو كده ونحطه ايه بعد الانبوت تمام نيجي هنا كده مثلا ونجرب نشوف الموضوع ده هيشتغل معانا تمام ولا لا بس الصوره دي هل احنا حفظناها ولا لا مش مش مفيش مشكله خليها كده يدينا علامه ان في صوره المفروض تتحط هنا بس مش هتبقى موجوده اقول له ريسنت الصوره هي ظاهره هنعتبر ان دي الصوره طبعا انت المفروض ايه بتاخد الصوره دي ايه رايت كليك مثلا كده وتقول له سيف ايمج از وتروح على المحاضره بتاعتنا اكس ام اتش تي دوكس سيشن 15 وتعمل لها فولدر اسمه ايه؟ ايمجز معايا ايمن؟ طيب تمام لو جينا هنا وعملنا ريفرش ريسنت قال لك الصوره موجوده بضغط على الصوره طبعا لازم اقول له ايه؟ اتاكد طبعا ان ملفات الجافا سكريبت بتاعتي اتحملت بدون اي مشكله او كده طبعا السكريبت هنا اوكي ريلود يا عم اوريدي متحمله هي الملفات اوريدي شغاله وهو شايف الايه ملف الجافا سكريبت ما فيش اي مشكله ايه بالنسبه له هنشوف هنا ما انا عارف دي اي دي ديمو 3 وده اي دي كذا يعني احنا هنرجع للصفحه احنا عملنا في ديمو 1 وديمو 2 هنرجع بس نقرا الحاجه ديت لان احنا اول مره نعملها كرييت تكست بوكس فور يوزر ديتا تايم اند ميك شور اساين يونيك اي دي يعني اللي يكون الاي دي بتاعه ايه مش موجود في اي حاجه ثانيه او على سبيل المثال هيبقى ايه ديمو ايه 4 وتبدا تحط في دي ديمو 4 احنا هنعمل في الاثنين ديمو 3 هنا يعني احنا عايزين هنا ايه النوع اللي هو اسمه ايه ديمو 3 مع الايه مع هذا النوع ماشي نجرب كده ونشوف ريفرش فعلا اشتغلت معانا بحيث ان اليوزر مجرد بيضغط اوتوماتيك ايه الحاجه بتاعته ايه دخلت طيب انا هعمل هنا كود بي اتش بي بقى هاجي هنا كده واقول له بي اتش بي واقول له ايه بقى اف سوري اف الست الايه البوست يعني الراجل ضغط على الزرار بتاع الحاجه ديت اعمل لي بس ايه برنت ار للايه ليه يا ايمن ماشي صح لا ده مش صح الراجل ضغط اوكي طبع لي قال لك انا عندي فاريبل اسمه ديمو 3 وشايل القيمه بايه بهذا الشكل تقدر تغير في الديمو بتاعتك لغايه ما توصل للشكل لازم يكون الشكل بتاعك هو نفس الشكل اللي موجود في الايه
في قاعده البيانات. طب هنا بدل ما هو يبقى ديت تايم هيبقى نوع يا شباب ديت بس، انت مش محتاج غير ديت. طب في طريقه ثانيه ان انت تعمله من غير جافا سكريبت، في ممكن تعمله بالبي اتش بي، ممكن تعمله بالبي اتش بي. عباره عن ايه؟ بكل بساطه جدا هتروح تعمل لليوزر كده، تعمل نعمل له ايه؟ سيلكت، تمام؟ ولازم تديها ايه؟ نيم مثلا تساوي ايه؟ يير مثلا، خلاص. يبقى انا عندي سيلكت اليير جواه ايه؟ اوبشن، تمام. ولازم اديها ايه؟ فاليو بتساوي حاجه معينه، مثلا سي مثلا 2000، الفاليو بتساوي 2000، وهنا القيمه اللي بتظهر قدام اليوزر برده ايه؟ 2000. وهتعمل سيلكت ثانيه للايه؟ للشهر، وهتسميها مثلا مانث، ماشي شباب. والمانث ده هتبدا اوبشن ايه؟ من اول واحد لغايه ايه؟ 31، عشان تقدر نخليه مثلا يوم 20 مثلا، وهنا اللي ظاهر منه ايه؟ 20. وبعد كده ام او ان، ليه معترض يعني؟ عشان هنا يعني ما عملناش ماشي اوكي. لا ما هي السيلكت اهي، فين السيلكت؟ يعني مفيش سيلكت اصلا، يعني ادي السيلكت اهي، دي مقفوله هنا، دي بتاعت دي، خلاص؟ دي محتاجه سيلكت، محتاجه تتقفل يعني، تمام؟ ماشي يا شباب. نيجي هنا مثلا بعد ديت وناخد كابي تاني، سيلكت دي هنسميها ايه بقى؟ داي. وطبعا في الايام خليه يوم مثلا 5 مثلا، وهنا اللي ظهر لليوزر برده ايه؟ 5. تعالوا هنا نعمل كده ريفرش، ماشي، ريسنت. يقدر اليوزر يختار ايه منها؟ ايه السنه من تاريخ ميلاده وكذا. طب انت هل هتحط السنين دي كل مره؟ هتقعد تحط السنين مثلا، انت عايز من سنه مثلا 1900 لغايه سنه لغايه السنه الحاليه، هتقدر هتحطها في هنا؟ يعني هل منطقي ان انت كل مره تقول له اوبشن وفاليو، اوبشن فاليو، اوبشن فاليو، اوبشن فاليو؟ لا. طيب ايه الحل بتاعها عشان تعملها بالبي اتش بي بدون اي مشاكل؟ تحطها جوه ايه يا شباب؟ ايه؟ برافو عليك يا ياسر، تحطها جوه لوب. هقول له بي اتش بي فور، بفتح قوس، تمام. الاي بتساوي كام؟ بتساوي 1900، ماشي، 1900 خلاص. والاي يا سيدي مش مشكله، انت عايز من 1980، بس في ناس ممكن واحد عجوز يسجل عنده دلوقتي ما شاء الله 111 سنه وبيسجل في الموقع بتاعك، يعني هو شايف ماشي يا شباب. والاي ده اقل من او يساوي ايه مثلا؟ طبعا هتعمل له فاريبل هنا في الاول قبل اللوب بتاعك ده كده. انت عايز تجيب السنه الحاليه صح؟ اقول له مثلا ايه؟ كرنت ديت مثلا. في متغير عندي اسمه كرنت ديت بيساوي داله الديت، فاكرينها؟ داله الديت اللي بتعمل فورماتنج للايه؟ للحاجه بتاعتي. طيب طريقه الفورماتنج السنه والشهر واليوم لداله التايم اللي بتجيب لي الوقت الحالي بهذا الشكل، واقل من ايه؟ او يساوي كرنت ديت. طبعا هو هنا معترض عشان ايه؟ ماشي هنا اوكي. وبعد كده الايه؟ الاي ده ايه؟ اسف، اي بلس بلس. تعال نشوف كده بس، هنا الاي مش مكتوب هنا اهوت، ان الاي بيبدا من سنه 1950 مثلا، مفيش مشكله. والاي لغايه السنه الحاليه، يعني لو الصفحه دي اتفتحت في سنه 2010 كنا امبارح، كانت هتجيب لغايه سنه 2010. وطبعا ما ينفعش واحد يبقى لسه مولود عنده شهر ولا 5 6 شهور وفتح الموقع بتاعك، يعني ده ممكن تخليها مثلا لغايه، خليها لغايه السنه الحاليه، مفيش مشكله. مش شرط ان هو تاريخ ميلاد، الواحد يدخل اي تاريخ، خلاص يا شباب. يبقى انا كده عملت الايه؟ اللوب بتاعي بهذه الطريقه. فاكرين النقطتين دول؟ طريقه ثانيه لللوب، بدا اللوب اللي جوه ده هيبدا ايه؟ يتكرر. الفاليو دي بتطبع لي قيمه الايه؟ الاي. يعني انا هجي اقول له بي اتش بي ايكوال الايه؟ لقيمه الاي بس. وهنا برضو شايل لي برضو قيمه الايه؟ الاي، خلاص. تعالوا كده نجرب اللوب ده، لازم بعد ما ينتهي الاوبشن اقول له ايه بقى؟ اند ايه؟ اند فور، صح؟ اند فور، عشان ايه؟ اقفل الايه؟ اللوب اللي انا عملته بهذا الشكل. تعالوا كده نروح على الصفحه ونعمل ريسند ريفريش ونفتح البتاع دي. تلاحظوا انه جاب لك كل السنوات اهي يا شباب، بدون وانت كاتب الكود بتاعك في كام سطر؟
في سطرين بس او سطر واحد اوتوماتيك يعني. انت لو عايز تعمله من سنه اللوب بتاعك من سنه مثلا سي 1350 قبل البي اتش بي، لو انت راجل بالاتش تي ام ال كنت هتعمل كده، يا اما بالجافا سكريبت تقدر تعمل لوب برضه، بس كنت هتقدر كده. شوف شايفين وفر عليك وقت قد ايه، ان كل السنوات اللي مجرد من اليوزر بيخش على الويب سايت بتاعك ويختار تاريخ ميلاده مثلا ويختار الايه اليوم، هتعمل لوب برضه للايه للايام ولوب برضه للايه للشهور بنفس الطريقه، مفيش اي مشكله. بعد كده انت اصبح عندك كم متغير، تعال نعمل سبميت كده، اصبح عندك ثلاث متغيرات الير والمانث والايه والدي، بتاخدهم جنب بعض وترسم يعني بتقول له مثلا الديت بقى بيساوي فين البرنت ار هنا بعدها كده مثلا، او خلينا نقفلها بقى مش عايزينها، هقول له اليوزر ديت مثلا بيساوي اللي جاي لك من البوست الير صح كوما نقطتين شرطه ما بينهم وبعد كده كوما ضيفها لي بعد كده ايه اللي جاي لك من الايه البوست المانث كوما نحط الشرطه اللي ما بينهم. ليه احنا بنحط الشرطه دي يا شباب؟ عشان عندنا في البي مش بيتش ما ادن قال لنا بهذا الايه بهذا الشكل، شايفين بينهم شرطه مش بينهم علامه ايه مايله، لو علامه مايله لازم اعمله بهذا الشكل، يعني بتشوف هم في الداتابيز شكلهم ايه وتبدا تعمل ايه على اساسه ماشي. بعد كده المانث بعد كده كوما اللي جاي لك من البوست للايه للدي ونقول له كده اوكي. تعالوا كده هنشوفه كده ايكو للايه، نشوف هو غلطان معترض على ايه، احنا غلطانين في ايه مثلا. يو يو اس اي ار دي هو اللي مش عايزه يطبع يعني، طيب وعشان هنا في ايرور فوق فهو بتاع. تعال نشوف كده كوما ام او ان تي اتش، لا ما ملوش علاقه برضه انه حتى لو انا كاتبه غلط يعني، والكوما بتاع خليها دوت شغال نمشيها على ايه على دوت مثلا، المفروض ادي كده دوت تمام. احنا كده اوريدي مش عايزين نطبع عادي، عايزين نطبعهم حاجه واحده بس صح بهذا الايه بهذا الشكل. وتعالوا نعمل هنا ريفرش للصفحه بتاعتنا، هنلاحظ قال لك ايه اليوزر دخل. طب تعال خليه يختار مواليد سنه 1900 نزود كمان نزود كمان 83 مثلا، نقول له سبميت قال لك ايه 5/10/1983، مواليد سنه 2011 نقول له سبميت 5/10 ايه 2011. شايفين يا شباب قدرنا نجمع، بناخد الفاريبل زي ما هو كده واقول له انسيرت ناحيه جوه الفيلد بتاع الايه الداتابيز اللي هو ده. طيب هنا ده ديت تايم، لو انت عايزه ديت تايم مفيش مشكله، ممكن تضيف عليه الايه الوقت الحالي، يعني انت ممكن تقول له ايه تايم بيساوي لو انت عايز تدخله بالوقت والايه والتاريخ بتاع الشخص، انت عايز الكرنت تايم بتقول له الديت للايه بقى اتش اي اس، ده اللي بيديك الساعات والدقائق والايه والثواني وللايه للتايم، وهتبدا تضيف الفاريبل ده للايه للجزء اللي هيطلع لك ده، يعني اذا بيساوي نقطه وتضيف الايه الفاريبل. ممكن الاول نعمل مسافه الاول عشان يمكن نضمن ممكن يكونش جنب بعض فيديك ايرور، ونقول له ايه للتايم الحالي. تعالى كده نجرب الكود بتاعنا، فعلا جابه لك بالايه بالوقت الحالي، لو عملنا ريفرش قال لك ايه. طب انا عندي الساعات 24 ساعه انا عايزها مثلا 12 ساعه، الاتش دي بتبقى بدل ما هي كابته هتبقى ايه سمول بس. تعالوا كده نعمل ريفرش ونشوف، قال لك ان هو اختار تاريخ كذا مع الايه الوقت. عرفت ازاي تعمل الموضوع ده؟ ولا يفضل دائما لا يفضل ان انت تعتمد على الجافا سكريبت الشغل بتاعك، لان الجافا سكريبت قلنا هي نوعها ايه كلاينت سايد يعني ممكن يتلعب فيها، لكن لو انت عملت له دروب داون منيو بيختار منها التواريخ تبقى ضامن ان هو مش قدامه غير الاختيارات دي. مش هو ممكن بعد ما يكتب هنا، طبعا انت بتقدر تعمل ده ديسيبل، ولكن شوف بعد ما تخلص الحاجه هو كاتب تاريخ بطريقه معينه وراح يكتب لك كده وقال لك سبميت تمام. قبل ما تيجي تدخله هيديك ايه، طبعا هو احنا بنطبع دي مش طبعنا دي، ولكن هيبقى في ايرور، لان لما تسمح بالجافا سكريبت لليوزر طبعا انت المفروض ان ده يبقى ايه كريم افتح عينيك شويه كده صحصح، انا حاسس ان في ثلاثه هنا بالجنب على اليمين ده بيفصلوا. انا فوت اول مع حسين تمام معايا يا شباب. يفضل ان انت تستعمل طريقه الدروب داون دي لو انت عايز في حاجات سكيور ومثلا لازم يختار منها، مش تعتمد على الايه على الجافا سكريبت او الجي كويري في الشغل بتاعك، لانه مهما كان ده كلاينت سايد ممكن الراجل لو عنده خبره بقى يروح جاي فاتح كده الحاجات بتاعته ويبدا يبعت هو الكود اللي هو عايزه ليك
يعمل لك اي حاجه هو ايه هو عايزها عندك في الايه في الويب سايت بتاعك. ماشي يا شباب، خلاص فهمنا موضوع التاريخ والوقت والتعامل معاه وازاي نستعمل الداتا تايم بيكر. عندك سؤال؟ انا عندي بيت موجود في الداتابيس هو عايز اخد الداتا بس اخد مثلا السنه الواحده، عايز اطبع مثلا المقاله دي في يوم كذا بس اليوم بس ماشي. مش عايز افصص الداتا بكل بساطه، اي حاجه عايز تفصصها سيبك من الداتا اي حاجه ايا كان. احنا هناخد الداتا زي ما هو كده ونقول له ان انا عندي مثلا فاريبل. تعال هنا بعد الحاجات دي كده، تعال نفتح صفحه جديده، نفتح صفحه جديده كده اغنيه دي اكيد يعني. نفتح اكيد الكلمه دي اتقالت في اي اغنيه يعني، نفتح صفحه جديده وكده. بسم الله الرحمن الرحيم، نقول مثلا انا عندي متغير بيساوي القيمه دي صح؟ القيمه دي جايه بقى من الداتابيز، جايه من اي حاجه، وانت عايز تفصل ما بينهم. تمام، احنا عندنا داله الفصل والوصل اسمهم ايه؟ سبلود وامبلود. يعني احنا لو قلنا له مثلا تعالى كده الفار، وفي عندي الفار 2 بيساوي ايه؟ اكسبلود للايه؟ للحاجه اللي انت عايز تفصل بيها. عايز تفصل بايه؟ انا عايز افصل بالمسافات، مش هنا المسافه ما بين ده وبين ده مسافات، مسافه عايز افصل بالمسافه، اروح واخد مسافه هنا. طيب لو كان ما بينهم كده شرطه ميل، اقول له ايه؟ ان الفاصل ما بينهم هو ايه؟ شرطه ايه؟ ميل. مفهومه؟ خلينا على الشرطه دي الاول، واقول له الايه؟ الفار عندي هنا اهوت، وارجع تاني. طبعا بيجي لي في هيئه اري، بقول له برنت ار للايه؟ ليه يا ايمن؟ ايمن للفار. ماشي معايا يا شباب؟ تعالوا كده احنا الملف ده سميناه ايه؟ اكسبلود. رحمكم الله. اكسبلود دوت بي اتش بي. قال لك الري الزيرو شايل السنه والواحد شايل الايه؟ التاريخ. طيب في حاجه ثانيه اكتر من كده، انت ممكن وانت بتكريته اصلا في الداتا بيز تريح دماغك وتكريته من نوع ايه يا شباب؟ تايم ستامب. تايم ستامب اللي هو ايه؟ شال الوقت كله. يعني انت سي مثلا كده هنعمل داتا بيز جديده. انا طبعا الكوليشن ده لازم كنت لازم اتاكد ان هو يو تي اف 8، ولكن جدول مثلا هنسميه ديت مثلا تايم تيست ديت مثلا، واقول له عدد الحقول. انا عايز عندي ثلاث حقول مثلا، واقول له اوكي. اول حقل هسميه ديت بس، نوعه ديت، وممكن اقول له ايه الديفولت از ديفايند، لازم التاريخ يخش بهذا الشكل 000 السنه شرطه 00 الشهر شرطه 00 الايه اليوم. الكوشن بتاعي طبعا لازم اختار ان هو يكون ايه يو تي اف 8 جنرال سي اي، وبعد كده مش محتاج اي حاجه ثانيه. وبعد كده عندي ديت 2، وممكن تكون على فكره خلينا مثلا ايه تيست ديت 1 وديت 2، وعندنا النوع ده ايه بقى بدل ما هو ديت هيبقى ايه يا شباب؟ هيبقى تايم ستامب. يعني احنا عندنا في حاجه اسمها ايه تايم ستامب، اللي هي بتساوي قيمه الفانكشن اللي اسمها ايه يا شباب؟ حد يفتكر تايم ستامب اللي جوه البي اتش بي ادمن دي بتساوي ايه؟ بتساوي تايم اللي موجود عندنا في البي اتش بي. هو ده تايم ستامب، هو التايم الرقم عدد الثواني المنقضيه من سنه 1970. مفهوم؟ خلاص بعد ما عملته تايم ستامب ما بدلوش اي حاجه، والثالث ده هعمل له ديت 3، واقول له نوعه المره دي ايه بقى؟ ديت اند ايه؟ اند تايم، الاثنين مع بعض. او ممكن اختار منه ايه؟ تايم بس صح، واحدد الصيغه، عايز دقائق الاول، عايز ثواني الاول، خليه ديتا تايم اللي احنا واخدين عليه. يعني انت غالبا في كل شغلك بتعمل ديتا تايم او تايم ستامب. طيب ليه احنا عملنا؟ طبعا لازم اتاكد ان هو يو تي اف 8 وكده، هنتغاضى عن الحته دي ونقول له سيف كده ونشوف هيسمح ولا لا. اوكي تعال، وهنا طبعا اوتوماتيك هو باي ديفولت قال لك الايه الكرنت ايه تايم ستامب. انت مش محتاج ان انت تبعته للبي اتش بي، ماي اس كيو ال لوحدها هتعرف تايم ستامب وهت ايه وهتدخله لك. طيب تعال نقول له انسيرت كده مثلا، وتعال ندخل فيه طبعا ده ممكن اختار منه ده اوكي الفانكشن بتاعته كاتبها لك كرنت تايم ستامب جيت تايم مثلا، ده ديتا تايم، وده ده احنا ده من نوع ايه؟ ده تايم ستامب؟ لا احنا عايزين تايم ستامب. هو المفروض هي اوتوماتيك بيتحول عشان ده جافا سكريبت، لكن هو المفروض يبقى ايه رقم. وهنا خليه زي ما هو كده يا شباب، احنا في واحد كده ده اللي ظهر قدامنا ديت اند تايم، وده ايه
ده ديت 1 ديت 2 ديت 3 ده هي اول واحده بس. ده الديت طبعا بنختاره من هنا، نلاحظ ان هو اوتوماتيك لغى لنا الايه البتاع، وهنا التايم ستامب وهنا الديت اند ايه اند تايم. تعالوا كده ونقول له ايه جو. تمام، بدا يدخل البيانات بتاعتك داخل الداتابيز، هو هنا حولها لك للايه للارقام. كنت عايز اقول لك فكره ايه، ان التايم ستامب اوريدي بياخد الوقت والتاريخ الحالي اللي انت اللي دخل فيهم الحاجه ديت، ممكن يبقى بارقام وترجع تشكله بره بداله الايه الديت، يعني حاجه تانية. سي مثلا تعالوا كده نعمل مثال ايكو طيب، او خلينا var 5 بيساوي طيب. ماشي شباب، بعد كده اقول له ايكو للايه للvar 5 خلاص. تعالوا هنا احنا في حاجه عملناها ايكو هنا الاول، مش محتاجين دول طبعا، عرفنا موضوع الاكسبلود ده ازاي بتقدر تفصل حاجه عن حاجه. طيب تعال هنا على الصفحه ديت تقول له الفار، قال لي الرقم ده. انا ممكن اخد الرقم ده اسيفه جوه الداتابيز على انه رقم، خلاص الرقم ده هاخده اهوت زي ما هو كده. انا خلاص انا تايم ده انا عايزه، لا بدل ما هو بيساوي تايم بقى بيساوي الرقم ده، الرقم ده جاي من الايه من الداتابيز مثلا خلاص. واقول له ايكو ديت كده، شايفين؟ عايز بقى الشكل بتاعه مثلا طلع لي السنه بس، اقول له كده ريفريش قال لك 2011، طلع لي الشهر ريفريش قال لك 1 2000 وايه، طلع لي اليوم منه قال لك ايه 1 1، طلع لي الساعات بس اتش سمول قال لك الساعه ايه 6. طب طلع لي، هو طبعا الوقت باي ديفولت نقطتين، مش شرط ممكن تعمله شرط مش مشكله، طلع لي مثلا الايه الدقايق نعمله ريفريش قال لك كانت في الدقيقه 1 وايه و50، بتلاحظ احنا في 52 لان انا خدت كابل للملف للرقم ده خلاص، يعني ده وقت بقى في الماضي اقدر اشكله زي ما انا عايز، طلع لي الثواني منه شايفين، قدرت اطلعه زي ما انا عايز. وطلع انا ممكن اخده كرقم اقول له بيساوي تايم الحالي فاريبل وادخله جوه الداتا بيز على انه رقم. لا ادخله نوع انتجر. لا لا الكوبي اللي فوق خالص في الفار دي، في الفار دي اللي هي فوق خالص اللي هي دي مش لازم. انا بقول لك انا اشوف في فكره ثانيه دلوقتي ان انت ممكن تدخل دي احسن، دي بتفيدك في ايه؟ ان انت بعد كده بتاخده من الداتا بيز لو بتروح تعمل سيلكت عليه وتاخده تشكله زي ما انت عايز، تطلع منه التاريخ بس، تطلع منه الوقت بس، تطلع منه اي حاجه. مفهومه؟ طيب تعال نجرب حاجه ثانيه، تعال نقول له ايه الداتا تايم من الفار ده ونشوف هل هياخد منه، يعني عايزين نقول له السنه، يعني ممكن يكون دخل بهذا الشكل. تعالى كده مثلا مسافه ونقول له اعمل لي، انا عايزك تعمله لي بهذا الشكل الفار، يعني المفروض كده انه هل هتنفع دي تاخد، انا ما جربتهاش لكن احنا البرمجه دي يا جماعه كلها ايه قايمه على التجربه. انا فكره قلت له طب انا عايز شكل لي الفار ده على هذا الشكل، هل هيقدر يعمل اكستراكت ليه؟ يبقى ريحنا نشوف كده ريفريش قال لك ايه مش قادر الباراميتر في غلط عندي، فخلاص هو كده شكله ايه لازم ياخده بشكل ايه معين. طيب في داله ثانيه عندنا ستار تو تايم، مش هنخوض فيها كتير لكن انا قلت لك فكره مجمله ازاي تدخل الوقت والتاريخ، او ازاي تدخل التاريخ بس، او ممكن تدخله على هيئه رقم جوه الداتابيز وتطلعه باي شكل انت ايه انت عايزه. مفهوم يا شباب الكلام ده؟ احنا لو رجعنا هنا نعمل ريفريش فعلا قدر يعمل لنا ابستراكت للتاريخ بس من ايه من الحاجه دي. مفهوم يا احمد؟ وصلت كده اللي انت عايزه؟ كنت عايز عايز دي تعملها بالاكسبلود خلاص، اقول له اكسبلود مسافه بس. وبعد كده ايكو طبعا اول واحد في الاري الكي زيرو بتاعه هيبقى ايه التاريخ، انت عايز تاريخ ولا الوقت؟ عايز تاريخ، تقول له var زيرو اول مخزن هيطلع لك بس. نعمل ريفريش، تعالى بقى نوقف ديت، خلينا هنا ايكو قبل من مثلا بعد منه كده ايه ايكو بي ار خلاص، يعني هيطبع لنا ده في سطر وده في السطر اللي بعد، نعمل ريفريش قدر يطبع لك التاريخ منه، عملت استراكت التاريخ، يعني اعتبره على انه تكست فاهمني؟ اعتبره خلي بعد التاريخ في احمد، متخيلين يا شباب؟ احمد هيطلع لك التاريخ لوحده زي ما هو اهو. طب انا عايز الثاني، هقول له الايه الكي اللي رقمه ايه؟ 2، يعني اي مسافه ما بينهم بيبدا بيفضل ماشي في التكست، اول ما تقابله الحاجه اللي انا قلت له قيس على اساسها يروح جاي عامل لها في ايه؟ في كي ثاني داخل الايه؟ الاري. طب انا اقول له لا اطبع لي واحد، المفروض كده اطبع لي ايه؟ ده الاكسبلود بتقطع النص على اساس اللي انا بحدده لهم، على اساس بقى المسافات. في بعض الاوقات مثلا لو الفار ده يا شباب بيساوي اتش تي تي بي
شرطتين www.ahmeddahab.com. تمام، انت عايز تطلع الدومين لوحده او تطلع كل حاجه لوحدها براحتك، عايز تفصل بالنقطه تقول له عايز افصل بالنقطه خلاص، وعايز اطبع ادي اول واحد وادي ثاني واحد وادي ثالث، وعايز اطبع احمد دهب بس، هقول له اطبع لي فار ايه؟ فار 2 او فار واحد بقى ثاني واحد. تمام، لان الاريه بتبدا بالزيرو، هنلاحظ ان هو طبع لي ايه؟ احمد دهب بس. عايز اطبع الامتداد بتاعه بس، اقول له ايه؟ اطبع لي الثاني الجزء الايه؟ الثاني قال ايه؟ دوت كوم. يعني تقدر تاخد من الدومين تعرف الاكستنشن بتاعه ايه؟ تعرف هو بارق بايه؟ فاهمين يا شباب؟ داله اكسبلود دي ميزتها في كده يعني. امبلود بتعمل العكس، يعني بتجيب لك حاجه متقطعه في اري وتدخلها لك على هيئه ايه؟ نص. ماشي يا شباب؟ ها اللي انت عايزه كده اتفهم؟ طيب في اي اسئله في الجزء اللي فات ده؟ نكتفي بهذا القدر ثم نعم؟ حاضر. طب استنى كده ناخد دقابي بس كده باك زي ما هو كده تمام، ونعمله هنا كده ان هو مظلل عشان يبقى انت عندك كل حاجه عندك تمام كده خلاص.